بعد إطلاقها لعملية عسكرية. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن عن تحرير عدة قرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وعلى وقع التصعيد جنوب إدلب استمرار حركة نزوح المدنيين باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا. وغير بيدرسون يعلن فشل الجولة الثانية من اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف. حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام. إلى تفاصيل النشر، حيث أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير بدء عمل عسكري ضد مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. مراسلنا عبد الرزاق صباح والتفاصيل. اشتباكات على أكثر من محور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بين فصائل المعارضة وقوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى من يوم السبت. وحتى هذه اللحظة تمكنت فصائل المعارضة من تدمير دبابة لقوات النظام على محور قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي الشرقي. أيضا فصائل المعارضة تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر النظام على محور قرية تل دم أيضا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، كما تمكنت من أسر عنصر لقوات النظام أثناء محاولة هذه المجموعة التسلل باتجاه قرية تل دم بريف إدلب الجنوبي الشرقي لمناطق سيطرة المعارضة. اليوم الطائرات الحربية الروسية استهدفت بعدة غارات جوية بلدة التح بريف إدلب الجنوبي الشرقي. أيضا كان هناك غارات جوية روسية استهدفت بلدة معارض حرمة، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت أطراف قرية أم جلال ومزارع أخرى بريف إدلب الجنوبي الشرقي. اليوم أيضا فصائل المعارضة تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر النظام، كما قالت، على محور الحويجة في سهل الغاب بريف حماة الغربي. وأثناء محاولة قوات النظام التسلل باتجاه قرية الحويجة، كثافة الغيوم حتى هذه اللحظة تمنع الطائرات الحربية التابعة للنظام من تنفيذ غاراتها على هذه المنطقة. القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام لا يتوقف على المزارع القريبة من محاور الاشتباك بريف إدلب الجنوبي الشرقي. عبد الرزاق صبيح، حلب اليوم، ريف إدلب الجنوبي الشرقي. للمزيد معنا من ريف إدلب مراسل قناة حلب اليوم إبراهيم سويد. إبراهيم مرحبا بك، أين تتركز المعارك؟ نعم عمار، يعني عمار بالفعل، يعني بعد إعلان عدة فصائل بمغرفة عمليات الفتح المبين اليوم عن عمل عسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتحديدا بالقرب من ناحية سنجار، هذه العمل طبعا فصائل الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش الوطني كانت منذ قليل قد أعلنت عن سيطرتها على أربع قرى، هي قرية إعجاز وقرية الصبلات بالإضافة إلى رسم الورد وقرية السروج. هذه القرى عمار طبعا هي في ناحية سنجار من ريف إدلب الجنوبي الشرقي، طبعا شرق مدينة معركة النعمان هذه القرى تقع. طبعا الفصائل المعارضة ومصادر عسكرية أكدت لنا عن سيطرة الفصائل على هذه القرى، بالإضافة إلى تدمير عدة آليات والسيطرة على آليات أخرى، بالإضافة إلى مقتل 15 عنصر عمار من قبل قوات النظام، وطبعا أثر أحد العناصر من قبل قوات النظام بحوزة الجبهة الوطنية للتحرير. طبعا كان هناك تمهيد صاروخي من قبل فصائل الثوار على تلك المنطقة، وفعلا تم السيطرة عليها على تلك هذه المنطقة وسط خسائر في صفوف قوات النظام. طبعا هذا العمل عمار جاء بعد أيام من سيطرة قوات النظام طبعا على عدة قرى وبلدات أيضا في ريف إدلب الجنوبي في طبعا أرض الزرزور وتلك المنطقة والمشيرفاء. اليوم جاءت هذا العمل بحسب مصادر عسكرية ردا على تلك. ما هي أبرز الفصائل المشاركة في هذه العملية؟ أبرز الفصائل؟ نعم عمار بالفعل، يعني أبرز الفصائل اليوم المشاركة هي الجبهة الوطنية للتحرير، كل يعني الكتائب ضمن الجبهة الوطنية للتحرير هي مشاركة في هذا العمل، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام وجبهة وأنصار التوحيد أيضا مشاركة في هذا العمل. طبعا هذا العمل مشاركة فيه تقريبا أغلب الفصائل الموجودة في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي عمار. طيب ماذا عن خارطة السيطرة حتى هذه اللحظة؟ نعم عمار، أعيد وأكرر، خريطة السيطرة، تم السيطرة على أربعة قرى حتى هذه اللحظة. هناك اشتباكات الآن متقطعة على محور طبعا محور سروج
وهذه المعارك في محاولة لقوات النظام استعادة السيطرة على تلك القرى والبلدات، لكن هناك أيضا يعني كثافة نيرانية من قبل فصائل الثوار على تلك المنطقة في محاولة لتثبيت هذه النقاط التي تم السيطرة عليها. طبعا تحدثنا مع عدة مصادر في الجبهة الوطنية للتحرير، المعركة حتى الآن لم تنتهي، هناك يعني كما أخبرونا هناك مراحل أخرى لهذا العمل، هي ليست فقط السيطرة على تلك القرى، هناك تطلعات باتجاه ناحية سنجار، لكن حتى هذه اللحظة عمار خرطة السيطرة تم السيطرة على 4 قرى استراتيجية في ريف معارك النعمان الشرقي وتحديدا في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة معارك النعمان. هناك طبعا بالتزامن مع هذا السيطرة هناك قصف جنوني من قبل قوات النظام على قرى في ريف إدلب الجنوبي، الطائرات الروسية أيضا تشن غارات جوية بشكل مكثف على ريف إدلب الجنوبي. شكرا جزيلا لك من ريف إدلب مراسل قناة حلب اليوم إبراهيم سويد. تظاهر عشرات المدنيين في ريفي إدلب وحلب احتجاجا على استمرار القصف الروسي الذي يطال المدنيين وعلى سياسة حكومة الإنقاذ، فيما طالب آخرون باسترجاع المناطق التي تسيطر عليها قسد في ريف حلب. جمعة جديدة تجمع حكومة الإنقاذ ونظام الأسد بهتاف شعبي واحد. هنا في مدينة كفر تخاريم شمال إدلب يرتفع علم الثورة وترتفع معه أصوات المتظاهرين المطالبة بإسقاط النظام ووقف القصف الذي يطال بلداتهم، قصف ما زال يتسبب بمعاناة كبيرة لسكان المنطقة، يزيد منها قرارات حكومة الإنقاذ المجحفة بحق الأهالي وفقا لهتافات المتظاهرين. خرجنا مظاهرة في مدينة كفر تخاريم تنديدا لممارسات نظام القصف الهمجي على مناطق ريف إدلب الجنوبي، وطبعا ايضا خرجنا مظاهره، ايضا كانت مظاهرتنا منطقتنا اساس في المظاهره هو تنديد لممارسات حكومه الانقاذ اللي عم تفرض على الشعب املاءات كثير قويه وصعبه، طبعا بدايه من المازوت للغاز للخبز حتى واخرتها كانت الانترنت والزيتون، زكاه الزيتون اللي فرضوها علينا المكوس هو طبعا. في مدينة عزاز شمال حلب يتقاسم المتظاهرون فيها ذات مطالب المتظاهرين في إدلب، ويطالبون الدول الضامنة بوقف إطلاق النار ووقف القصف على المدنيين، كذلك المطالبات باسترجاع المناطق التي تسيطر عليها قسد في ريف حلب كمنبج وترفعت، كانت من أبرز المطالبات التي شددت عليها المظاهرات الشعبية. جئنا لنطالب الإخوة الأشقاء الأتراك والجيش الوطني باتخاذ قرار حازم وحاسم وسريع فورا بطرد الإرهاب الأصفر الذي يحتل قرانا، لكي تبقى مدينة عزاز وأهلها آمنين، لأن القصف في الآونة الأخيرة ازداد كثيرا على منطقة عزاز، نخشى على أولادنا من القصف، نخشى على نسائنا، نخشى على بيوتنا. جمعة تتلوها جمعة يبقى فيها صوت السوريين مرتفعا في مناطق الشمال السوري، على ذلك يكون سببا في تحقيق مطالبهم ومناشداتهم. قال فريق منسقو الاستجابة في بيان له إن أكثر من 11,000 عائلة أي أكثر من 60,000 نسمة نزحوا منذ مطلع الشهر الحالي من مناطق شمال غرب سوريا. وأضاف البيان أن الفرق الميدانية تواصل توثيق المدنيين الفارين من مناطق القصف باتجاه المناطق الأكثر أمنا، كما حذر الفريق من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها في حال استهداف النظام للمدن الكبرى في شمال غرب سوريا. وللمزيد معنا من إدلب مراسل قناة حلب اليوم خلف جمعة. خلف مرحبا بك، هل هنالك استمرار أو هنالك استمرار للنزوح في إدلب؟ أين يتركز هذا النزوح؟ نعم عمار، ما زالت الطرقات المؤدية إلى الشمال السوري في حالة ازدحام بالسيارات التي تنقل النازحين الفارين من ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الغربي نتيجة استمرار القصف من قبل الطائرات الروسية وقوات النظام على هذه المناطق. من فريق منسقو الاستجابة وثق نزوح قرابة 11,000 مدني خلال 24 ساعة تقريبا، كلهم اتجهوا باتجاه مناطق الشمال نحو الحدود السورية التركية. بعض النازحين لم يصل إلى مناطق الشمال بسبب اكتظاظ المنطقة وازدحامها بشكل كبير بالنازحين،
في شمال سوريا الآن أصبح العدد بالنسبة للمخيمات 1453 مخيم، منها 240 مخيم عشوائي. هذه المخيمات العشوائية تشكلت في الأربع أشهر السابقة. هل هنالك من يقدم المساعدات لهؤلاء النازحين الذين وصلوا بالفعل إلى الشمال السوري؟ اليوم زرنا عدة مخيمات في ريف أدلب الشمالي. شكاوى مستمرة من قبل المدنيين النازحين نتيجة تقصير المنظمات الإنسانية ومناشدات مستمرة منهم لتأمين احتياجاتهم الرئيسية. معظم المدنيين النازحين اليوم يشكون من انعدام وجود الخيام أو على الأقل أرض لبناء الخيام عليها، أيضا تأمين وسائل التدفئة، تأمين وسائل المعيشة للمدنيين، لأن معظم الهاربين من القصف خلال ال 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية هربوا بشكل سريع دون القدرة أو الاستطاعة على إخراج متاعهم معهم. اليوم في ريف حما في ريف إدلب الشمالي عفوا يوجد أكثر من مليون نازح في المناطق الحدودية، مطالباتهم مستمرة للمنظمات الإنسانية، وأيضا ما زالوا يكررون أن الاستجابة من قبل المنظمات الإنسانية لم تكن على قدر الكارثة الإنسانية أو الكارثة التي تحل بها المدنيين النازحين مؤخرا على الأقل، خاصة مع الأزمة التي تشهدها المناطق المحررة من ارتفاع الأسعار وأسعار المحروقات أيضا وصعوبة تأمين أدوات التدفئة، خاصة نحن الآن بدأنا بفصل الشتاء. اليوم شاهدنا في المخيمات أوضاع إنسانية صعبة جدا، ربما يصعب على الكلام وصف. أشكرك جزيل الشكر من إدلب، مراسل قناة حلب اليوم خلف جمعة. أصيب العديد من الأشخاص بينهم أطفال جراء تفجير عبوة ناسفة في جرابلس شرق حلب. مراسلنا بدر كجك والتفاصيل. نحن الآن وسط ساحة العين في مدينة جرابلس، منذ قليل انفجرت عبوة ناسفة في أحد السيارات في ساحة العين في مدينة جرابلس. نتج عن هذا الانفجار إصابة 3 مدنيين بينهم أطفال، تم نقل الإصابات إلى مشفى مدينة جرابلس على الفور. فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان، قامت بتفقد المنطقة بشكل عام. أضرار لحقت في المحال التجارية المجاورة لمكان التفجير. قوى الشرطة والأمن العام الوطني قامت بضرب طوق أمني حول المكان الذي تم فيه الانفجار. المكان هو وسط مدينة جرابلس في ساحة العين. عبوة ناسفة كانت أسفل سيارة عسكرية تم وضعها من قبل مجهولين. إلى هذه اللحظة قوى الشرطة والأمن العام الوطني لا تزال تعمل بعملها للتحقيقات وأخذ الأدلة من السيارة التي لا تزال موجودة الآن في ساحة العين في مدينة جرابلس. ونقلها اليوم مدينة جرابلس. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الاتحاد الأوروبي ينفي دعمه توطين اللاجئين السوريين في لبنان. الله الله، شباب ليه حاطين الكرسي عكس السيستم؟ هلا صار على السيستم. إذا كنت متابع للقوانين والقرارات والأخبار الجديدة في تركيا فأنت ماشي صح على السيستم. كل القرارات والأخبار والخدمات اللي بتهمكم في تركيا
رح خبركم فيها أول بالأول. تابعوني في برنامج سيستم على قناة حلب اليوم الفضائية وعلى منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الثانية من المحادثات السورية التي استمرت أسبوعا في جنيف انتهت دون اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة المعنية بالتفاوض بشأن الدستور. بعد تعثر انعقاد جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لأربعة أيام متتالية، أطل المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون معلنا انتهاء الجولة الثانية دون اجتماعات، مرجعا السبب لعدم الاتفاق بين وفدي النظام والمعارضة على جدول الأعمال. النظام حمل مسؤولية فشل الاجتماعات لوفد المعارضة معتبرا أنها متعنتة مرتهنة للخارج على خلفية رفضها لوثيقة الركائز الوطنية أولا والدخول لقاعة الاجتماعات دون وجود جدول للأعمال ثانيا. في رفض كامل وهنن كانوا مؤكدين أنه هنن ما رح يناقشوا أي ركائز وطنية، هن فقط بدهم مناقشة المبادئ الدستورية مباشرة. نحن كان وجهة نظرنا أنه هي ركائز وطنية أساسية، هي اليوم هي بتهم الشعب السوري كاملا، اللي هي متعلقة يعني رفض الاحتلال بشكل مطلق، تجريم التعامل يعني كمان مع المحتل، مكافحة الإرهاب، هي الأمور أساسية نحن بنظرنا. جولة إيجابية على الرغم من فشل انعقاد جلساتها، هكذا وصفها رئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، مشيدا بدور الأمم المتحدة ومعربا عن إصرارهم للوصول لمسودة دستور حقيقي لسوريا. على الرغم من أنه لم نتمكن من عقد جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص، وهذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة وفي إطار تقدم الأعمال في المستقبل. اتهامات متبادلة بين النظام والمعارضة، حيث يشير وفد المعارضة إلى طرح أجندة أعمال سياسية من قبل النظام لا علاقة لها بالدستور، فيما يتحدث النظام عن وضع شروط مسبقة وعدم فهم صلاحيات اللجنة الدستورية. يأتي وفد الهيئة السورية للتفاوض إلى مبنى الأمم المتحدة آملاً أن يكون هناك أي انفراج، وآضعاً سوريا وأهل سوريا فوق أي اعتبار. ولاية اللجنة الدستورية من أجل كتابة الدستور، ليس للحديث عن أمور أخرى. يبدو أن عمل اللجنة الدستورية السورية دخل في طريق مجهول في انتظار اجتماعة أستانا للدول الضامنة والمزمع عقدها في كانون الأول المقبل. نفى الاتحاد الأوروبي تأييده لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرا إلى أن عودتهم إلى بلادهم يجب أن تكون طوعية وآمنة. وأوضح في بيان له أنه يتفق مع المسؤولين اللبنانيين بأن إقامة اللاجئين السوريين مؤقتة، وأن القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة لإبقائهم أو مغادرتهم لبنان. ورحب البيان بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باستمرارها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تدعم إمكانية عقد لقاء بين تركيا ونظام الأسد، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة مرتبطة بمدى جاهزية دمشق وأنقرة. ولم يتحدث المسؤول الروسي حسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك عن تفاصيل إضافية، مكتفيا بقول إن رغبة روسيا لا تكفي، بل على الطرفين اللقاء والحوار على حد قوله.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 1472 شخصا، بينهم 1397 مدنيا نتيجة قصف بالأسلحة الكيميائية لقوات النظام في سوريا منذ عام 2012. هذا وقالت الشبكة السورية في تقرير لها إنها وثقت ما لا يقل عن 222 هجوما كيماويا منذ أول استخدام للأسلحة الكيماوية في كانون الأول عام 2012 وحتى تشرين الثاني العام الحالي. كانت قوات النظام مسؤولة عن 217 منها والباقي لتنظيم الدولة. تعرض قائد فوج مغاوير البعث الموالي للنظام جهاد بركات لمحاولة اغتيال بجانب منزله في منطقة مسبق الصنع بحي برزة في دمشق. وذكرت صفحة شبكة أخبار مساكن برزة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك أن بركات تعرض للاستهداف عبر عبوة ناسفة، لكن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط بحسب قولها. بركات من مواليد مدينة القرداحة، تربطه علاقة مصاهرة بعائلة بشار الأسد بزواجه من انتصار ابنة بديع الأسد. معنا من أو أفاد مراسل قناة حلب اليوم أن عدة أشخاص أصيبوا جراء انفجار سيارة مفخخة في قرية عين العروس شمال الرقة. وقال مراسلنا أن فرق الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار ونقلت المصابين إلى المشفى الميداني القريب من القرية، مضيفا أن القوى الأمنية طوقت المكان بحثا عن منفذي العملية. زين الرفاعي طفل سوري لاجئ في مخيمات لبنان، وبمساعدة المخرجة اللبنانية نادين لبكي استطاع أن ينتقل من مخيمات اللجوء في لبنان إلى استديوهات هوليود في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في سلسلة من الأفلام هناك. من حياة اللجوء إلى السجادة الحمراء، زين الرفاعي بطل فيلم كفرناحوم. الطفل الذي وصل لبنان بعمر 7 سنوات حاملاً معاناة الحرب واللجوء، وحالماً بأن يذهب يوماً للمدرسة كي يتعلم، ظروف الحياة الصعبة وقفت عائقاً أمام تحقيق طموحاته، إلى أن اكتشفتها المخرجة اللبنانية نادين لبكي وقدمته للعالم بفيلمها الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 2018 والمرشح لنيل جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2019. زين الحاصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان البرتقالة الذهبية أنطاليا للأفلام العالمية، ربما تتاح له الفرصة مرة أخرى لأن يمشي على السجادة الحمراء، ولكن هذه المرة نجما في هوليود، حيث نشرت النجمة المكسيكية من أصل لبناني سلمى الحايك صورة على صفحتها في إنستغرام تجمعها بزين، كاشفة أنه سيشارك في سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية إلى جانب النجمة العالمية أنجيلا جولي. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد أعادت توطين زين وأسرته في النرويج بعد أن لفت أنظار العالم إليه بعد عرض الفيلم الذي أدى فيه الطفل السوري دور البطولة، لافتة أنه بات الآن يمتلك منزلا ومدرسة. ابن 15 عاما اليوم يصل العالمية، وفي المخيمات الآلاف ممن ينتظرون فرصة ربما تخلصهم من معاناة وظروف أجبروا على عيشها ليحيوا طفولتهم ويعيشوا بأمان. كشفت وكالة إنترفاكس الروسية عن طلب قدمته النيابة الكازاخستانية لإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 من عناصر من تنظيم الدولة تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة. وذكرت الوكالة أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان وسط إجراءات أمنية مشددة. شاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصل.
في الآونة الأخيرة رئيس النظام بشار الأسد يكثف من ظهوره الإعلامي على وسائل أعلام محلية وأجنبية. في برنامجنا التربية الذكية راح نحكي عن مهارات والدية متقدمة في التعامل مع مشاكل أطفالنا المزمنة، ولأن التشخيص نصف العلاج لابد من التعرف على الأسباب الكامنة وراء كل هذه المشاكل التي يسببها لنا أبناؤنا. وما دامت التربية الذكية مطلعة على تفاصيل مشكلاتنا اليومية، لأنها تتجاوز أسوار التربية العالية وتنزل إلى تفاصيل بيوتنا لتعيش معنا حياتنا اليومية وتقدم لنا حلول منطقية واقعية، أليست هي التربية الذكية؟ وبالمسك نختم مع نصائح معجزة نورانية من أطياف التربية الإسلامية. تابعوا معنا برنامج التربية الذكية على قناة حلب اليوم في الأوقات التالية. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أشار مراقبون أن ظهور بشار الأسد الإعلامي الأخير يراد منه إيصال رسائل إلى الداخل السوري والمجتمع الدولي، وذلك بعد إجرائه لأربع مقابلات تلفزيونية خلال شهر واحد فقط. مع تسارع وتيرة التغيرات التي تطرأ على الساحة السورية سياسيا وعسكريا، لم يعتد السوريون على الظهور المتكرر لرئيس النظام بشار الأسد عبر الوسائل الإعلامية، إلى أن بشار الأسد وخلال شهر واحد كسر هذه القاعدة وأجرى أربع مقابلات تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية وأجنبية. المقابلة الأولى كانت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي مع قناتي السورية والإخبارية السورية التابعتين للنظام، تبعها بعشرة أيام مقابلة مع قناة RT الروسية، وبعدها بأيام أخرى مقابلة مشتركة مع قناة روسيا 24 ووكالة روسيا سيفودنيا، تلاها مقابلة مع مجلة باري ماتش الفرنسية. الباحث في مركز الشرق للسياسات سعد الشارع وفي حديث مع قناة حلب اليوم أشار إلى أن ظهور بشار الأسد الأخير أراد منه إظهار رسائل من شأنها إثبات للعالم ولدول الجوار تحديدا أن هناك كيان سوري وقيادة سورية فاعلة وحاضرة بقوة على الجغرافيا السورية. سعد الشارع قال أيضا إن بشار الأسد وفي الوقت الراهن يريد دخول نظامه إلى جامعة الدول العربية، وهذا ما أشار إليه بشار الأسد بشكل خفي في ظهوره الإعلامي الأخير. أما مدير وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية نوار شعبان أشار في تصريح لموقع السوريانت أن الرسائل السياسية التي أراد الأسد إيصالها هي أنه كرئيس يسعى لمقابلة أي إعلام أجنبي، فمجرد قيام هذا الإعلام بمقابلته فإن ما ينشره عن الأسد يقدم له شرعية يكون هو بحاجة إليها، وهي شرعية الإعلامية وفق تعبيره. الكاتب الصحفي السوري سامر الخليوي وفي حديث للسوريانت قال إن تلك المقابلات يراد منها تلميع صورة النظام وتبرئته مما حصل ويحصل في سوريا من مجازر وتدخلات خارجية.
الخليوي ألمح وفقا لسوريانت أن مقابلات الأسد الصحفية الأخيرة تأتي في ظل حراك شعبي في الدول المجاورة لسوريا في العراق ولبنان كي يطمئن ويهدد بنفس الوقت الداخل السوري في حال فكر بأن يقوم بثورة ثانية وفق قوله. المزيد معنا من باريس الكاتب الصحفي الأستاذ عمر البنية. أستاذ عمر مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. بداية كيف ترى ظهور بشار الأسد الإعلامي خلال الشهر الأخير وماذا يراد من هذا الظهور برأيك أو ماذا يعكس؟ أهلا وسهلا بكم. هو يحاول أن يسوق لنفسه فقط ويحاول أن يطفي لنفسه الشرعية ويعطي لنفسه الشرعية عبر الظهور على وسائل الإعلام. وريد أيضا أن يوصل رسائل ترهيب إلى الداخل السوري وإلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرته أنه هو موجود وهو القوي وهو يفعل كما يفعل قادة التنظيمات الإرهابية. بكل فترة سابقا كنا نشاهد البغدادي يظهر وينشر مقطع فيديو يهدد ويتوعد وهو يتبع ذات الأسلوب يعني أفهم هل من ناحية هذا التشبيه الذي تقوم به حضرتك يعني أفهم من حضرتك أنه الظهور يكون في حالات الانهيار والخوف يعني لو نرجع بالذاكرة في بداية الثورة السورية ويعني انتشار المظاهرات بشكل كبير على الساحة السورية كان ظهور بشار الأسد أيضا مكثفا خلالها لذلك الفترة كان يظهر ويحاول أن يقول أنه يصدر مراسيم ويعلن عن إصلاحات ويحاول الإصلاح ومن بعدها بدأ يظهر بشكل مختلف ويتوعد بعدها انقطع عن الإعلام وعاد الآن بالظهور وهو يحاول أن يوصل رسائل كما 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 ذكرت لك كما يفعل قادة التنظيمات الإرهابية بكل فترة يقومون بإصدار إصدار ويتوعدون وكذا وهو بذات الطريقة يتصرف الآن يحاول أن يوصل رسائل إلى الجوار يحاول أن يوصل رسائل إلى الداخل السوري يحاول أن يوصل رسائل أيضا إلى المجتمع الغربي أنه انتصر وأنه موجود في سوريا وأنه هو الذي يقاتل الإرهاب وأنه هو النظام المنتصر وهو الباقي في سوريا لكن هذه عبارة عن خزعبلات إعلامية يقوم بها تنظيم بشار الأسد الإرهابي تحمل جانبين جانب التلميع والترويج الإعلامي له وجانب الترهيب للداخل السوري وإرسال رسائل أنه هو الموجود طيب هي عبارة عن فقط عن عملية إرسال رسائل وترهيب طيب هذه الرسائل نفس أسلوب الجماعات الإرهابية هذه الرسائل وهذا الخروج والظهور الإعلامي لبشار الأسد في الآونة الأخيرة برأيك هل هو من قرار بشار الأسد أم إن هنالك من يملي عليه من الجانب الإيراني أو الروسي بأن أخرج مع يعني في مع الوسائل الإعلامية الفلانية والفلانية والفلانية هناك جانبين جانب روسي وجانب من النظام الجانب الروسي تحاول روسيا تعويم النظام السوري ويبدو أن روسيا تقدم له النصائح أن أظهر إلى الإعلام وتكلم أنك موجود وأنك ستحارب الإرهاب وأنك القوة المسيطرة على سوريا والتي تضبط سوريا طبعا هو يتلقى أوامر من روسيا ويتلقى أوامر من إيران وهناك أيضا جانب هو يريد أن يوصله أيضا إلى المعارضة ويريد يوصله إلى الجميع أني أنا الموجود وأني ويحاول أن يوصل رسالة إلى المعارضة السورية أني غير آبه بأي شيء وأنا الموجود وأنا الرئيس الشرعي لسوريا يحاول أن يوصل أكثر من رسالة وأيضا يريد أن يوهم الداخل السوري أنه سوف يقوم بإصلاحات وسوف يحارب الفساد في سوريا. أشكرك جزيلا الشكر من باريس الكاتب الصحفي الأستاذ عمر البنية شكرا لك. تستمر معاناة النازحين في تأمين السكن في الخيام الخاصة وتكاليفها المرتفعة والبحث عن مكان لهذه الخيام في أرياف إدلب دون استقرار خوفا من نزوح جديد. في أرض زراعية يعمل عبد الكريم النازح من ريف إدلب الشرقي. عمل عبد الكريم نادرا ما تجد مثيله في الأراضي المحررة. حملات النزوح والتهجير أجبرته على تصنيع الخيام رغم معرفته بجميع أنواع الحدادة. هنا ينجز الشكل الأولي للخيمة لتصبح بيتاً جديداً لأحدهم. قبل ما أنزح حداد صلحتي حداد لما أنزح شلت عدتي وطلعت جيت براكت بين الزيتون فصلت براكية إلي 6x4 وسكنت شافت الناس نازحين شافون عن فصل براكية اجوا صار بدون براكيات صرت فصل براكيات للنازحين يعني البراكيه 6x4 عم تكلف 80000 85000 اذا بده معه باب ولا عدا باب. بعد انتهاء عمل عبد الكريم تنتقل الخيمه الى المرحله الثانيه تحضير العوازل. في هذه الورشه يتم اختيار نوع العوازل وتفصيلها حسب الطلب ثم خياطتها بشكل جيد
لتشكل السقف والجدران الرقيقة للمنزل الجديد. هاي الكوادر ما بتغلي، المطر بيجي هون، البرد بيجي هون، إنما ما بيستر علي، ما في أرخص من هيك يعني. كلفة الشادر مع الخيمي 150,000، و 150,000 للكب، هدول لماش يعني شهر شهرين ثلاثة بيكبون كب. والعالم هاي في حالة يعني ما تدفع يعني، كانوا ب 50,000 كانوا ب 25 عالم، في عالم عم تروح ما معها. صار من 3 أشهر 3 عيلات بخيمة، والمطر فوقنا وتحتنا، البارح الأغراض الجوانب كلها مية ولا قدمونا أي حاجة، ما عندنا إمكانية ولا حد يخلينا نعمر بالأرض، وجوا سجرات ظلينا 15 يوم ننام كل يوم يطردون المكان، وما عندنا لا خيم لا عندنا شوادر ولا عندنا أي شيء. منزل مؤقت أو ربما دائم، والبرد داخله ليس بأقل من خارجه، يعمل سكانه على تحضير ما أمكن من مقومات الدفء مع دخول فصل الشتاء واقتراب مأساة السيول المتكررة. لعدم الاستقرار واحتمال النزوح من جديد وعدم وجود أرض للبناء عليها، يحصل النازح على خيمة لا تقيه مطر وبرد الشتاء بتكلفة عالية تعادل بناء غرفة. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريف أدلب. تتناقص أعداد الجواميس وبشكل كبير في سهل الغاب بريف حماة الغربي نتيجة التصعيد العسكري المستمر على المنطقة ونزوح معظم المدنيين والمزارعين إلى مناطق أكثر أمنا. قطعان الجواميس التي استوردها العباسيون من الهند أصبحت اليوم ضمن قائمة أهداف نظام الأسد بشكل غير مباشر، وذلك بعد سيطرته على مراعيها وتدمير مساكن مربيها في منطقة سهل الغاب غرب حما. وكان عدد الجاموس في منطقتنا يعني يتعدى 600 رأس، اليوم ما يتعدى 700 رأس، 70 رأس، بسبب الظروف التي نعانيها من ظلم النظام هذا المجرم اللي ما خلى لا حجر ولا جسمه. فنحن نطالب المجتمعات، المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بتقديم المساعدة لنا حتى هذا الحيوان لا ينقرض، لأن في كل محرر لا يوجد إلا 70 رأس جاموس أو 80 رأس جاموس. نزوح المدنيين من قلعة الماضيق ومن الشريعة ومن الحويز والتوينة ومزارع أخرى في سهل الغاب الغنية بالمسطحات المائية أفقد الجواميس جزءا كبيرا من مراعيها المفضلة، وتوجه مربوها مع ما تبقى من قطعانهم باتجاه مناطق سهل الغاب الشمالية. نطلع من الساعة 5 الصبح بنحلبهم وكل شيء على أراضي ما في شيء، نمضي النهار هون وهون حتى يشبعوا الجمس، لا في لا علف ولا شيء، نجيبهم الظهريات نوردهم نضويهم شوي ونطلع للمغرب، لا دنا شل حتى نلف على البيت. أعداد الجاموس في سوريا كانت تتزايد بعد عام 2000، وخصصت محمية طبيعية له بالقرب من شطحة غربي حماة بإشراف وحدة بيطرية خاصة للحفاظ عليه وتأمين استمرار نسله. تقام للمقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة دورة مهنية تشرف عليها ثلاث وزارات تركية. مراسلنا يوسف ملا والتفاصيل. تحت اسم هناك أمل في المطبخ تنطلق دورة جديدة مهنية لإكساب العديد من الأجانب المقيمين في تركيا تحت الحماية المؤقتة من السوريين والأجانب الذين هم تحت الحماية الدولية، كما يحق لأصحاب هذا البلد المضيف التقدم على هذه الدورة المهنية. المشروع تشرف عليه ثلاثة وزارات تركية، وزارة العائلة والعمل والخدمات الاجتماعية مع وزارة الثقافة والسياحة ووزارة التعليم الوطني بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. يهدف هذا المشروع إلى تخريج 600 متدرب على الطبخ ليتم استخدامهم في المطابخ والفنادق التركية بعد إتمام 3 أشهر من التدريب بالتعاقد مع شبكة مطاعم في تركيا عن طريق منظمة الإشكور مؤسسة البطالة والتشغيل الحكومية. يشترط أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة بين 18 و45 سنة. المشروع
يغلق باب التسجيل عليه والاشتراك في تاريخ 15/12/2019، وسيطبق المشروع في 7 ولايات هي أنقرة، إسطنبول، أزمير، أضنة، أورفا، ماردين، كيلس. سيتمكن المتدربون من التعرف على المطبخ التركي عن قرب واكتساب مهارات من الطباخين الأتراك، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية وهي التوظيف التجريبي، ما يدعى بتركيا باستاج، ثم الالتحاق بوظيفة عمل رسمية في تركيا. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، بأمان الله.